الدوسري عيد الى عبد الملك الخيبري، تذهب الكره الى اسامه هوساوي، اسامه هوساوي عيد الكره الى محمد البريك، محمد البريك يتعدى لاعب الثاني، كره مقطوعه تنقطع مره اخرى للمنتخب الاسترالي، ملعوبه الكره من جديد، تذهب الكره عند اللاعب يوريتش، يوريتش يحاول يوريتش ومقطوعه من امام يوريتش، تعود الى ارون موي، ارون موي يلعبها الى روجيك، روجيك يسدد جول، جول للمنتخب الاسترالي. اخيرا توم روجيك يسجل الهدف الثالث للمنتخب الاسترالي بالدقيقة 64 من عمر المباراة، الدقيقة 64 من عمر المباراة، توم روجيك يسجل ثالث الأهداف ويسجل هدف الشخص السادس دوليا في 24 مباراة دولية، وأول أهدافه في مشوار هذه التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم. كرة قوية مر على يمين الحارس ياسر المسيليم وتعانق الشباك ويحرز من خلالها توم روجيك لاعب سلتك الاسكتلندي هدف الأول في التصفيات الثالثة وهدف التقدم للمنتخب الاسترالي بالدقيقة 64.